السلام عليكم، اهلا بيكم. النهارده هنعمل اعاده تدوير للفلنات القديمه المقطوعه، هنعمل منها 3 افكار في الفيديو حلوين جدا. ايا كانت بقى الفلنات ديت، فلنات بيضه او فلنات ملونه بتاعه اطفال او كبيره، ايا كانت يعني. طبعا الفلنات دي كلها يا اما فيها قطع يا اما دابت، فمش هينفع طبعا ان احنا نعمل بيها اي حاجه من ان احنا نعمل لها اعاده تدوير. هنطلع 3 افكار ان شاء الله هيعجبكم جدا في الفيديو. اول حاجه هبتدي افتح الفلنه كده بالشكل ده من جنب واحد بس، وبعد كده هشيل الجزء اللي هو في الكنار من تحت، اللي هو الجزء اللي بيكون متني ده. بعد ما قصيت الجزء المتني في الفلنة من تحت شلته كله وفتحت الفلنة من الجنب بس جنب واحد، هجيب مسطرة وهجيب قلم كده هنحدد بيه بس علامات 1 سنتي، هسيب مسافة 1 سنتي وبعلم بالشكل ده. تمام، طبعا هعلم من الجنب اللي انا فتحت. العلامات دي هتسهل معايا جدا. دلوقتي هبتدي اقص بقى العلامات اللي انا علمتها على الفلنة كلها، الفلنة متنية زي ما هي، وده طبعا هيسهل معانا في الفكرة. هبتدي اقصها لحد فوق، هستخدم بعد كده كرتونة مقاسها 20 سنتي في 25 سنتي، هستخدم بعد كده مسطرة وهبتدي اعلم 1 سنتي برضو بالشكل ده عند الجزء اللي هو الطول اللي هو 25 سنتي على الكرتونة. علمت كده من الناحيتين اللي قصاد بعض اللي هي 25 سنتي. هبتدي بقى اقص كده قصة بسيطة مش هتعدي 0.5 سنتي، وده برضه من الجنبين. تمام، فتحة صغيرة بس. هستخدم بعد كده خيط الصوف، هثبت الخيط في الفتحة اللي انا عملتها في الكرتونة وبعديه من الجنب التاني. تمام، بالشكل ده كده بلفه على الكرتونة كلها. تمام، استخدمنا كده الجزء الكبير. بالشكل ده قصيت شرايط من ألوان مختلفة من الفلنات، ممكن كمان نستخدم التيشيرتات القديمة. هبتدي أشدها بالشكل ده كده عشان يبقى شكلها ملفوف كده. هبتدي بقى أعديها من الخيط اللي أنا عملته على الكرتونة، بدخل من عند واحدة وبعديه من فوق التانية. لاحظوا الخطوات. تمام، بعدي واحدة من تحت وواحدة من فوق، هجيب شريطة تانية وبشدها برضو بنفس الطريقة. تمام، وبعد كده هسيب اول واحدة انا دخلت فيها الجزء اللي انا عملته الاولاني دخلتها في الاول، لما جيت اعمل تاني واحدة سبت اللي انا عملت فيها الاولانية. هتبان معانا في الالوان التانية يمكن عشان اللون متقارب فمش باينة قوي. لما نيجي نعمل دلوقتي بالفلينة البيضة هتبان اكتر. خلاص كده انا سبت اول واحدة وعديت التانية من تحت، وبعد كده سبت واحدة من فوق واحدة من تحت. تمام، سهلة جدا، الكاميرا موضحها اكتر. كمان كده كملت الكرتونة لحد الاخر بنفس الطريقة. تمام، غيرت في الالوان، استخدمت اكتر من لون. ممكن تستخدمي بقى الالوان اللي انت تحبيها، لو انت عايزه تعمليها لون واحد ممكن تعمليها من لون واحد. انا دخلت كده اكتر من لون مع بعض وهبتدي برضو اعديهم بنفس الخطوات. بعد ما وصلت لاخر الكرتونه بالشكل ده هجيب ابره وخيط وهبتدي اخيط الجزء اللي هو من على الطرفين. بخيط بقى كل الاجزاء مع بعضها بسرعه عاديه خالص. تمام، استخدمت معاك لون بس يكون واضح عشان يبين معانا الخياطة اللي احنا عاملينها. هبتدي بقى اشد كده الاجزاء كلها مع بعضها. تمام، لحد ما بوصل للاخر واقفل برضو الناحية التانية. هوصل خيط الصوف من جنب واحد وجنب التاني هسيبه زي ما هو، هبتدي افكه، بفكه من الكرتونة وبعد كده ببتدي اربط بقى الاجزاء اللي هي بتاعت الخيط الصوف دي كلها. بربطها كويس طبعا عشان الشغل اللي احنا عملناه ما يفكش. هكملها كده لحد الاخر. تمام، والزيادات اللي في الخيط دي كلها بقصها، بقص برضو الاطراف وبسويها من الناحيتين.
بالشكل ده نكون عملنا مفرش بطريقة سهلة وبسيطة جدا. تقدري تحكمي في المقاسات، لو انت عايزة تخليه اكبر من كده زودي الحجم بتاع الكرتون. كمان ممكن تستخدميه بالشكل ده ككوستر مثلا، شكله يكون حلو على مفرش سادة عندك. المفرش اللي تحت ده اللي احنا عملناه من الستار القديم، عملنا 3 افكار مع بعض، هسيبها لكم في اول تعليق للي حابب يستفاد من الفيديو ده. تمام، ممكن نعمل اكتر من شكل ونخليهم جنب بعض. تاني فكرة هستخدم فيها فالينا برضو قديمة وفيها قطعات وكمان فيها بقع مش بتطلع منها. تمام، زي ما اتفقنا ممكن تستخدمي اي لون من الوان الفالينات القديمة وتعملي بيها الافكار بتاعة النهاردة. هبتدي اساوي كده الفالينة بالشكل ده من تحت، هستخدم مسدس الشمع، ما تقلقيش هيثبت معاكي بكل سهولة. هبتدي اقفل الجزء اللي هو من تحت في الفالينة ده اللي هو عنده الخياطة. تمام، ممكن تستخدمي الابرة والخيط لو حابة، مش شرط خالص تستخدمي مسدس الشمع، احنا بس بنستسهله في الشغل لانه بينجز معانا. تمام، بس في نفس الوقت على فكرة وبيدي نتيجة حلوة جدا. قفلت كده الفالينة كلها من الجزء اللي هو عند الخياطة من تحت. بعد ما الشمع منشف معايا وقفلت الجزء اللي من تحت، هبتدي اساوي كده الفالينة من الجناب، هقص بقى الجزء اللي من فوق، والجزء ده مقطوع فمش هنستخدمه في حاجة، هو دايب ومقطوع يعني مش مقطوع بس. فهبتدي اقص كده الجزء اللي من فوق. كده شلت الجزء اللي من فوق. لو انت مثلا عندك الفالينة فيها بقعة او اي حاجة من قدام مفيش مشكلة، هتشوفي دلوقتي ازاي هنداوي الكلام دوت. وطبعا احنا هنغير من استخدام الفالينة ان هي بتتلبس، هنعمل لها استخدام تاني خالص. هنبتدي دلوقتي نقلب الفالينة على الوش. تمام، بالشكل ده هستخدم بقى خدادية كده، حابين ان احنا نغير في شكلها كل شوية فبنعملها تغييرات. هبتدي ادخل كده الخدادية بالشكل ده جوه الفالينة، هي طبعا دلوقتي ما بقتش فالينة خالص وهتشوفوا كمان شكلها يتغير ازاي. كمان دلوقتي هبتدي اساوي الجزء اللي هو بتاع الخدادية من تحت، ثبتها مكانها، وهبتدي اجي من عند الجزء اللي من تحت اللي مفتوح ده، هبتدي اعمل زي شرط كده حوالي 1 سنتي، بقصها بالطول لحد ما بوصل لاول الخدادية. بجيب الجزئين بتوع الفالينة على بعض عشان يسهل معايا ان الشرايط تطلع مظبوطة. هي مقاسها هيكون حوالي 1 سنتي كفاية، زودت شوية في الطول. وبعد كده هبتدي اربط كل شريطين قصاد بعض مع بعض، ربطة او ربطتين زي ما تحبي، بس خليها تكون سايبة مش ماسكة قوي يعني عشان ما تغلبكيش لما تيجي تفكيها. تمام، هبتدي اربطهم كده بنفس الشكل، بكملها كلها. بعد ما ربطت كل الشريطين كده قصاد بعض، ربطتهم ربطتين عشان تكون ثابته. هستخدم هنا ورده، والورد ده بيكون موجود في محلات الخيوط والكلف، سعرها بيكون رخيص مش غالي، حاجات بتبدا سعرها من 5 جنيه للناس اللي موجوده في مصر. ممكن نستخدم اي شكل كده بس نغير من شكل الفالينه، طبعا لما اتحطت شكلها اتغير كمان. هثبتها كده في نص الخداديه. تمام، وبالشكل ده نكون قدرنا نستفاد من فالينة قديمة، هي كان فيها زي بقع استخدمنا الوردة عشان تداري شكل البقعة اللي كانت موجودة في الفالينة. وطبعا غيرنا من الجزء اللي هو كان مقطوع من فوق شلناه وعملنا شكل الشرط اللي من تحت. تقدري تستخدمي الخدادية بالشكل ده بالطول او بالعرض زي ما تحبيها. تالت فكرة بسيطة وسهلة بس أنا حبيت أقولها للناس اللي مش عارفاها، فكرة كده قديمة كان أهالينا دايما بيستخدموها زمان. هبتدي أقص كده من الفالينة بالشكل ده شريطة بالطول بتاع الفالينة، الشريطة دي حوالي 4 سنتي، بقص أكتر من واحدة وببتدي أخيطهم كده في بعض من على الطرف. تمام، ممكن بقى تجمعي كل الفالينات القديمة عندك لو انت حبيتي الفكرة دي وتعمليها. هبتدي دلوقتي ألفها بالشكل ده، بفردها كويس وبلفها بالطريقة دي. ممكن تستخدميها بقى لو لا قدر الله أي حد من الولاد اتعور، تقدري إن انتي تجهزي كده أكتر من حاجة عندك تبقى موجودة. وكمان ممكن تستخدميها كبديل لرباط الضغط،
حلوة جدا وعملية، وطبعا بالذات لو استخدمنا الفلانات اللي هي القطن، ممكن كمان تستخدميها كبديل للشاش بالشكل ده. ده كان فيديو النهاردة، ودي كانت افكار النهاردة. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. السلام عليكم.